أنا لها 3 شهور. وكنتي مريض الكانسر؟ صحيح، أنا مريضة كانسر، معي 3 بنات وولد. ظروف الخيمة هان. والله عزيزين السقعة تلج، بموت من السقعة. والله كنت عرّاني اليوم، واحد جد لي شقطة النايلون هذه، والنايلون الصبح بضل ينقط علينا زي الشتاء. والله تلج، والله بموت من السقعة أنا والبنات، وجوزي بطنه مفتوح كمان، لا تقدر يقوم ولا تقدر يقعد، بطنه مفتوح من هين لهين. 30 غرزة، أكتر من 30 غرزة بطنه. طب انت ايش ناقص عليك غير الادوات الصحية؟ والله ناقص علي كتير، ناقص علي أكل، ناقص علي أدوات نظافة، ناقص علي شرب وأكل، وللملابس للصغار، موت من السقعة. والله العظيم لون العدة هدر شحت تنشحد من الناس، ما جبتش عدة أنا أصلا. اسمي هنية أحمد الشمباري، هنية أحمد الشمباري، سكان بيت حانون. إلى زاد تقريبا عن 10 أيام والدة أنا. شو ولد ولا بنت؟ بنت. ما شاء الله، ايش اسمها؟ رانيا. شايف الله كيف تقوح كمان، يعني عشان هيك انا صبت الخيمه اليومين هذول وطلعت. طب انت قاعده بخيمه يعني فيش فيها غير فرشه، ويعني مترين تقريبا في 3 امتار، احكي لنا ظروفك هان. والله ظروف صعبه، وكان بغرقت في المطر، وبنات بنايم هنا حرمات، وضع يعني بالمره والله. طب لما كنت حامل على البنات كنت حامل، والله العظيم، واجري في السقع وانقل اغراض، هي عند بنت عمها، هي جنبي هنا، عفشي كله. لما انا كنت ثاني ثاني يوم في الولاده كمان لما غرقت ومتغرزه، اخذت تقريبا زي 20 غرزه كمان، مش قادر والله العظيم. وبنتي عانيت فيها كمان من القحه، من السخون وفلونزا، ترى كيف نفسها كمان، مش قادر والله العظيم. هاي امبارح عمال رحت فيها على المستشفى كونت، رجعت فيها كان قال لي ياخذ حضاني هذا على النجار، ورحت فيها اعطوني تبخير، وهي ان شاء الله يا رب يصير احسن. والله العظيم ولا حاجه، ولا اعطوني بمباز ولا حاجه، واكل وشرب ايش اللي نتفت الفسول اللي نتفت البزيل، ولا اكلت غذاء ولا دجاج ولا لحم ولا اي حاجه. كيف بترضع البنات؟ والله حتى هي عشان نفسها كمان متضايقه، رضعتها بشي كثير كمان، ولا في صناعي ولا في صدري حتى. والله وضعي طلع كيف، يعني انا امبارح والله في الليل قاعده فيها صوت اصيح اصيح من نفسها، قلت لها